الجزائر تغيب عن القائمة الطويلة للبوكر للرواية ومشاركة سينمائية في مهرجان الفيلم الإفريقي الأقصر. احتفالات يناير مستمرة في ربوع الوطن والصورة من إيري العلي وبشار. قلعة بن راشد بغليزان منطقة حضارية وسياحية تستحق الاهتمام. مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة ثقافية. ونستهل نشرتنا بالأدب، حيث أعلن عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في دورتها لعام 2016. وتشمل القائمة 16 رواية صدرت خلال ال 12 شهرا الماضية، تم اختيارها من بين 159 رواية ينتمي كتابها إلى 18 دولة عربية، هذا فيما خلت القائمة الأولية من أي اسم جزائري. تقرير خديجة بالجرينات. مرة أخرى تغيب الجزائر عن إحدى أكبر التظاهرات الأدبية على الصعيد العربي بعد الإعلان عن القائمة الطويلة للرواية لجائزة البوكر، غياب ليس بالجديد، حيث أن الرواية الجزائرية قليلا ما تتواجد على الساحة العربية. فرغم الإنتاجات الأدبية الكثيرة في الجزائر والتي تحظى بنجاح واسع على المستوى العالمي، خصوصا منها المكتوبة باللغة الفرنسية، إلا أن الجزائر صاحبة الأقلام الكثيرة قلما تحظى بتكريم ونجاح أدبي على المستوى العربي. فجائزة البوكر التي تعد أكبر جائزة في الوطن العربي تهدف إلى الترويج للرواية العربية ونشرها للعالم ككل، خصوصا أنها تعمل على ترجمتها للغة الإنجليزية. عالمية أدبية وصلت إليها بعض الروايات الجزائرية دون المرور على هكذا مسابقات، هذا ويمكن أن يعود السبب إلى شروط المسابقة التي يتكلم أحدها عن إقصاء الروايات ذات الطابع التجاري. هذا فيما أفصحت القائمة الطويلة للرواية المرشحة لهذا العام عن ترشح 16 رواية من بين 159 ينتمي كتابها لثمان دول عربية، حظيت فيها مصر وفلسطين بثلاث مترشحين لكل بلد، فيما سجلت كل من لبنان، سوريا، العراق والمغرب مشاركة بروايتين لكل واحدة، ورواية للسودان وأخرى للكويت. ويبقى إخفاق الرواية الجزائرية في الوصول إلى القائمة النهائية أمرا مثيرا للتساؤل، خصوصا بعد العلم أن ثمانية كتاب جزائريين تقدموا للمشاركة، إلا أن لا أحد منهم تواجد في القائمة. في السينما سيشارك المخرج حميد بن عمرة بفيلمه هواجس ممثل وحيد في المنافسة الرسمية للطبعة الخامسة من مهرجان الفيلم الإفريقي الأقصر بمصر، والتي تقام فعالياتها من 17 إلى 23 من مارس المقبل للتنافس من أجل جائزة النيل الكبرى. الفيلم تتمحور أحداثه حول طموحات ممثل وفلسفته في مجال التمثيل والسينما، حيث اعتبر الفيلم بمثابة تكريم لرجال الفن والسينما، كما أن هذه هي المشاركة ليست الأولى لهذا المخرج، حيث شارك في العديد من المواعيد السينمائية الدولية الهامة، منها الأيام السينمائية لقرطاج بتونس ومهرجان السينما الإفريقية لواغادوغو. تعتبر قلعة بن راشد بغليزان من أهم المعالم التاريخية والسياحية التي تزخر بها الولاية، إلا أنها لا تزال بحاجة ماسة إلى تدخل المصالح المعنية وكذا سكان المنطقة لإعادة الاعتبار لهذه الآثار والممتلكات الثقافية وإنقاذها من التدهور الذي لحق بها بفعل الإهمال وتقلبات الزمن وجعلها وجهة سياحية بامتياز. روبورتاج وردة بندريس. إذا قلبنا في تاريخ منطقة غليزان وجدناه حافلاً بالحواضر التاريخية التي تعد شاهداً على الدور الثقافي للكثير من المعالم التاريخية التي بات الكثير منها طي النسيان والإهمال والتهميش.
قلعة ابن راشد نموذجاً حياً لذلك التغييب، رغم الدور الحضاري والسياسي والعلمي التي لازالت الكثير من الشواهد الأثرية خلال كل الحقبات التاريخية كشاهد على أصالتها، كنوز في طي الاندثار بمقاماتها ومساجدها وعمرانها ومقابرها العثمانية وأزقتها وعلمائها ورجالاتها وأوليائها الصالحين. جديدة راهي عندنا قلعة جديدة في العرب يخدمونا فيها، بس احنا ماذا بينا هذا القرية هذه الفيلات القديم هذا تاعنا لو كان يترمم ويقعد كتاب معلم تاريخي نحافظوا عليه السماء يولي كل واسمع متحف فضائي. بني راشد عفوا المعروفة بتاريخها القديم والجديد، لأن هذه كانت فيها مقبرة العثمانية اللي فيها باب عروج وخير الدين اللي كانت معركة كبيرة هنا في هذه المنطقة، وفيها المكتبة القديمة تاع سيدي بني سعد اللي تضرب فيها كتب نادرة على المستوى الوطني، وكذلك فيها أضرحة نتاع الأولياء الصالحين 360 برنوس كما نقولوا لهم حنايا، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية الزرابي والحلي والأشياء المنزلية. تطمح مدينة القلعة الاستفادة من عمليات الترميم والحماية لجعلها وجهة سياحية بالمنطقة وتصنيفها ضمن التراث الوطني، قصد استعادة القيمة التاريخية لهذا المعلم الهام وإدراجها ضمن المسالك السياحية المستقطبة للسياح. فلا تتعجب إن علمت أن هذه المنطقة الساحرة لا تحوي على أي فندق أو مركب سياحي. هاتي من المواقع كذلك اللي يعني تقدر تكون غدوة مش مجرد يعني موقع سياحي، قادرة تكون قطب سياحي وطن، قطب سياحي وطن لما تسخر به المنطقة كذلك بعراقة تاريخها وتراثها وبخصوصيتها الجيدة. معالم الدينية والآثارية والتاريخ تاعنا والبعد الروحي تاعنا وزوايانا تدخل في البرنامج السياحي. قلعة ابن راشد المدينة المنسية التاريخية الحضارية السياحية التي أبت إلا أن تزول، رغم أن العامل البشري أبى أن يهملها ويهمشها ويلغيها من مسيرة التاريخ، فأتلفت الكثير من المعالم ودكت تحت مرأى ونظر القائمين على الثقافة والتراث والسياحة، إلا أن الأوان لم يفت لإنقاذ ما تبقى إنقاذه وترويجه سياحيا. نظمت جمعية مرح للثقافة والشباب بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وبلدية برج الكيفان، نظمت أمسية ثقافية بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، أبرزت من خلالها العادات والتقاليد الأمازيغية الخاصة بالمناسبة من خلال قول عروض تمثيلية. التغطية لصبرين الفين. هي مشاهد تمثيلية جسدت العادات والتقاليد الأمازيغية في الاحتفال بدخول السنة الأمازيغية الجديدة، أين تحضر تقاليد وعادات متجذرة في عمق الأصالة وعمق الهوية الوطنية الجزائرية. حبينا نجسدوا هذه الأشكال المتنوعة لاحتفالية يناير، فقمنا بمشاهد تمثيلية نسقناها مع الحضور لإبراز هذه التظاهرة يناير بأكلاتها بأزيائها بالحلي بالحلويات. أنا أقول وطن بدون تقاليد بدون ثقافة بدون اعتراف بالأصالة يعني وطن بدون هوية، ولهذا لابد أن نحافظ على هويتنا، هي الحفاظ على الثقافة والحفاظ على التقاليد الجزائرية. العرس الأمازيغي، ولمن لا يعرف تقاليده الخاصة، كان الاحتفال بيناير فرصة للاطلاع على عرس جزائري مختلف
له نكهة خاصة وعادات خاصة أيضاً. كنت شفت العرس التقليدي اللي جسدنا من خلاله الطقوس والمراحل اللي يمر بها العرس في منطقة القبائل، أيضا الهدف منه إبراز التراث الجزائري وتقريب المواطن العاصمي من الثقافة الأمازيغية. مارياج تراديسيونال كابيل نفذاد نسنعث أمك تيلين لي بريباراسيون أمك تفذو تسلي تتبريباري ثم غراي الناس أشو تتاوي كي تسلي أمكي تيلي ثم غرا القبايل ولا ممكن تصب ثلاوين واحد سن يرقزن واحد سن أبري ملالند قيونو مكان إكش مديك تمطوثيس نقيم ذي رحبة كيف كيف نخذ مسن الحني ولا ما مديو تقوفليت ثم غارثيس تقوفل تسليثيس سوامان أمان ذلامان تقوفليت ستملل الحجيك شبحن كيس ثملل ثني ثرر ثملل ثني يا رزينك شبحن إقارزن القاع نخدم الحني شمعة تشمعة تتفاث يتسليتني يسليني دايق لنا المارياج كابيل. احتفالية يناير في التزاير كانت فرصة العاصميين للتعرف على عادات وتقاليد الأمازيغ في الاحتفال بعدة مناسبات، ما يدعو إلى تعميم مثل هكذا تنظيمات للتعرف أكثر على الثقافة الجزائرية وللحفاظ عليها ونشرها خاصة. هذا الحفل كان أيضا فرصة للعديد من الحرفيات الجزائريات في مختلف الصناعات التقليدية ليعرضن منتجاتهن المختلفة والمتنوعة من ألبسة وأطباق تقليدية استقطبت العديد من زوار المعرض. كيكونوا هكذا لي زوكازيون تاع نيمبورت لو 8 مارس تاع الاعياد لي زيكسبوزيسيون هكذا في الصحه العموميه هكذا باغ اكزومبل زابيسي تو سا حنا ماذا بينا نوروا المنتوج تاعنا بيان كو ما نقدروش نوروا كل هذه حاجه مليحه لينا باش نتعرفوا ويشوفونا الناس ويعرفونا ويعرفوا وين نكونوا وين نبيعوا كامل وثاني او ميم طون سي احتفال بعيد ولا بحاجه كما مناسبه عيد يناير وحنا هذه الفرصه اللي نبانوا فيها والكثره اتحاد الوطني الجزائريات في كل معرض يحضروا لهذ كل مناسبات يكونوا حاضرين. الهدف تاعنا مثل المراه والخدمه التقليديه تاعنا تاع زمان واش المراه تقدر تنتج. اكد هذه فرصه تاعي ليا انايا باش نبيع المنتوج تاعي مادام عندي محل الحلويات التقليديه في تسلى المرجع كنا باش فوكونغار توجور لي تراديسيون. بداية السنة الأمازيغية مناسبة مهمة يحتفل بها الجزائريون من خلال تقاليد تعبر عن التلاحم والتضامن بين الأفراد لتعزيز صلة الرحم وتقاسم الفرحة. سكان قرية توريث أعبلة بإغيل علي ببجاية اختاروا استقبال يناير عن طريق تيم شرط أو ما يعرف بالوزيعة لتعبير عن التعاون بين أفراد المجتمع. يناير أو بداية السنة الأمازيغية مناسبة عظيمة تستقبلها العائلة القبائلية بنحر الأضاحي عادة، لكن قرية توريث وعبلة بدائرة إغيل علي ولاية بجاية اختارت استقبالها بتام شارت أو ما يعرف بالوزيعة لتقاسم الفرحة بين جميع سكان القرية وحتى القرى المجاورة في صورة جميلة للتضامن. زيك لنا نخدميت انديفيديال مونت كل يوم يزلو ثيا زيت كل يوم يتحتفل خميس اكن يسن ومن بعد ميت كان لا جينيسور ميت كان ان جروب دو ميليتون اي تو سا ايزون ديسيدي باش تخدم كوليكتيف نوغال نخدميت ايلين دي كوليكتيف سكوسكي كوليكتيف غيني امي دونك نزلو ازكارن اما أربعة أما خمسة أما ستة أما سكوساك السيس كارن ينزلا دونك أون فو تنخدم الاحتفال ذم قران سورتو سكوساك يعني أقلا سي لوفيسياليزاسيون نفا سنمود أوسي الحاجة ذم قران تي سكوساك دواز فوريا كيف تمشرطا قلنا نا سوق بلاد فيديو غاوالا نصليها في نفينكو شبيح تدرتنا غاد السوال لكن نحيو تجديد أنا خمتين مشرط نسجلي ذنبن إن شاء الله يا ربي غادي يجديك نقول أول واش تشفون وراونا غادي تفندق العوايد
تيم شرط ماشي ذو تشي يسوين ستة ذو كلي يسوين ستة ذو كلي ندملي تسة ذو يزورو يا ربي ذك العنيك كاد الرحمة أكن راثي لي لغلا نتشنكو يمذن. طقوس يناير والتي يرجى منها نزول المطر هي فرصة حقيقية من أجل الاحتفال والابتهاج، حيث يعتبر يناير فرصة من أجل التآخي وصلة الرحم. أنا توت لابيتود نخدمو هذا يناير كل عام، وصويا بلافيني جو فريمسي تري بيان، وجو سويت بون اني اك جوز امازيغ عندي كلا. كوني قلا نخدم يناير كيني يوسكو سام كازني مازيغان. شكرا مليح مليح قادي قدشن كثدر تاكي تورير تاع بلا امشطوحه مقران نعطيهم صحه فكان غد ثادو كلين فكان غد ولا ونسن اثن شكرا مليح مليح مشرط قلنا العاده زيك انت في تداري مزورات مشرط خدمت زي كيما ولا لا كل سكواس خدمت مشرط قلنا كل سكواس ما يلي يعني خصوص سكواس راه الا كرا خدمت مشرط مشرط رب العالمين يتمدد الهواء يتمدد الخير. ستتجدد هذه الطقوس كل سنة من أجل عقد أمان الخير بمحصول وفير، كما ستبقى فرصة للم الشمل وترسيخ مبادئ الأخوة والتراحم بين الجميع. في العاشر والحادي عشر إلى الثاني عشر من يناير من كل سنة ميلادية تحتفل العديد من الأسر في منطقة الثورة بحلول يناير أو كما يطلق عليه أيضا السنة الفلاحية، ومدينة بشار لها عاداتها وطقوسها للاحتفال بهذه المناسبة. كباقي ولاية الوطن هاي العائلات البشرية تحتفل بحلول السنة الأمازيغية الجديدة. هذا الاحتفال الذي له طابع خاص ونكهة فريدة تميزها التقاليد الصحراوية المحضة، في هذه الليلة تجتمع العائلة كبارا وصغارا متمنين عاما حافلا ومباركا. بمناسبة هذه السنة الأمازيغية نحيي كل الأمة الإسلامية وخاصة أهل بشار، وحنا لحينا على هاد المناسبه باش نديروها باش ما تمشيش من الذاكره. كل واحد والتقاليد تاعها، كان يقول حقوزه، كان يقول راس العام، كان يقول لك عارف تبعوا الكبار الناس الكبار و يلفها فيها البيض نديروا فيها هذاك الحرش نديروا فيها من فوق نديروا لها راس الحانوت نديروا لها في الحمراء نديروا لها في الحق هذا قصبور هذه في الحق ذاك رافس هذا دهان حر هذا ثاني رب نديروا وتندار في القصعه تاع العود وتندار مع المغرب تاع العود تاع زمان والثاني المخلط نتلم كاع الناس عليه بلاتاي. التحضيرات حديثة لهذا الحدث الاجتماعي المهم الذي يفرح له الأطفال بالخصوص. وانت عرس العام نتحمت ندور الحفلة براس العام نفرح بزاز دروك دوك عاد حافظين كاع التحوايج تاع التراث محافظين عليها وكاع نديروا هذا كاع الدياري يديروا هذاك النهار يناير كاع تلقى الناس ديال المرضوب ويديروا العلفة العلفه اللي لقاها يقولوا هو المبروك زعما كاينه ويديرها في بلاصه باش زعما كاينه ربي يطرح لها البركه. هي حكايات تحكيها الجدات كلها عادات وتقاليد عمل الاجداد على نسج خيوطها وجعلها ارثا ثقافيا لاجيال المستقبل لتحمل الكثير من المعاني الثقافيه التي تؤرخ لثقافه شعب اصيل. مدوروش المدينة العريقة بسوق هراس لطالما ألهمت الكثير من النحاتين الرومان والفنانين قديما، هي اليوم ما تزال ملهمة عربي السلام. جون لابيير فنان سويسري كان قد حل بمدينة سوق هراس، أعجب بهذه المدينة خاصة بصخورها التي لا تزال شاهدة على عراقة حضارة، أهدى لأطفال هذه المنطقة أغنية جديدة من ألبومه الجديد الصادر هذا الأسبوع بعنوان أطفال مدار طاوس أكيلال. بين هذه الصخور التي تحدثك عن مظاهر لحياة إنسانية ثقافية وتاريخية استوطنت المكان، هذا الفضاء الذي يعيدنا إلى الرجل الأمازيغي الأول فوق أرض مادور أو مدوروش بسوق هراس. وكما ألهمت مادور كبار الرسامين والنحاتين الرومان بكونها أول مدينة أمازيغية بنيت من طرف أبنائها، ها هي اليوم تلهم هذا الفنان ذي الأصول السويسرية جون لابيير
الذي وقع في حب هذه المدينة العريقة عريقة هذه الصخور التي تحيط بها. غنى بالأمس مع هؤلاء الأطفال ووعدهم بالغناء لهم ليقدم لهم اليوم رائعة موسيقية تتغنى بهم بعنوان أطفال مادور Les enfants de Mador. De faire nouvelle. Mais je pense parce qu'il y a un terrain quand même dans l'école qui est déjà favorable. C'est sûr que, enfin moi c'est la première expérience que je faisais avec l'association ici, mais c'était bien sûr pour nous très très important et on espère continuer et amplifier ce genre de choses. Quoi. الفنان غنى للحب والسلام والطفولة في هذه المدينة التي أنجبت القديس أوغسطين راعي السلم والحب، كما أنجبت أول مفكر وروائي صاحب التحولات أو الحمار الذهبي. كلمات الأغنية التي أهداها جون لابيير لأطفال مادور تحمل من مشاعر التسامح بين الثقافات والانفتاح على الآخر. أطفال مادور الذين ما زالوا يعانون الحرمان من الكثير من الأشياء الجميلة يمكنهم الاستيقاظ هم أيضاً على أحلام رؤية مدينتهم الأصيلة تسترجع أمجادها التاريخية والثقافية. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام نشاطنا الثقافية، أشكركم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.